يا عيال، أنا البث عندي معلق علامة 900. سالفة؟ لا، خلوني، ماني مجدد، خلونا كذا مستانسين. شلون أنا تخفى عيني قبل لا نومك؟ شلون أنا وتغفى عيني قبل لا نومك وانقطعت الأخبار؟ ما أدري بعشق نصار، شو هسه منك ما وصل لا مسج لا شعار، وشي تغير وعلى فراقي صرت تقدر معلق البس فيه. والله معلق، ايش 700؟ سعود بن خميس بثها 700، هذه ما قد صارت. بلا، خنشوف اقل شيء كم ينزل، خنشوف اقل شيء، خنشوف اقل شيء كم ينزل، اقل شيء، ابي اقل شيء. شوف علامة طلع. لا 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 لا، بلا نجدد بلا خرابيط. يا لا، مو لازم. قلت دقيقة بقرأ فراغ. بسم الله. إني ذل في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا يعني تصدقون اني افكر اني اسوي حسابي الاحتياطي اخليه للقران بس، ايش رايكم؟ مو فكره حلوه؟ ايش رايكم؟ اخلي حسابي الثاني قران، والله نكسب اجر. فكرة حلوة صح؟ والله خلاص إن شاء الله بنزل فيه قرآن بإذن الله. من بكرة إن شاء الله راح ينزل أول مقطع فيها قراءة قرآن. بس عاد أنتم هناك انشروا، اكتبوا تعليقات يعني تأجرون عليها عشان الناس تيجي تشوف المقطع. يمكن خلاص أبطل أصير مشهور وأصير إمام، يمكن أصير إمام مسجد، يمكن الله يفتح علي أصير إمام مسجد، تجون وأنتم كلكم تصلون بنفس المسجد اللي أنا أصلي فيه. ترى فكرة حلوة والله، تو شيء جميل إنك تكون إمام مسجد. يعني تخيل يعني كل صلاة أنت تصليها لك أضعافها من الناس اللي تصلي معك. ترى شيء فضيل، والله شيء فضيل. من أقصى المدينة يسعى قال يا ليت قومي، لا خربت أنا، وجاء رجل من، هذه آية ثانية، استغفر الله. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت
آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ترى عندي تلاوة، صوتي جميل، خشمي عادها يحكني. يا اخي ايش في، انا توني محدث البرنامج ترى يا اخوان، فما قاعد يطلعوا لي عربان، ما قاعد تطلع لي عربان عربان. فادعوا لي تكفون يا اخوان، ادعوا لي ان الله يعني يفتح علي، وان شاء الله يعني ان شاء الله اني اصير امام مسجد. ترى شيء حلو، ترى والله شيء حلو. شوف، ما بين انك تغني، ما بين انك تكون امام مسجد، في الغناء اخترت الدنيا، في القران اخترت الاخره. هذا الفرق. وفي فرق ثاني واكبر، ولا يتقارن القران مع الغناء. بس حنا يعني شبابنا، يا رب لك الحمد، ولنا جمهور يحبنا ونحبه، فنقدم له شيء يسعده. فلا خبر ولا أمل يواسي، وعزف الموج أرادني صداه، وإني تائه في بحر حب، وكم قبلي من العشاق تاهوا، فوأسفاه لقياه سراه، ومن يلقى السراب إذا أتاه. أريد الحب في قلب شريف، خذيني يا بحار إلى رباه. ولا خبر ولا أمل يواسيه، وعزف الموج أرادني صداه، وإني تائه. يا عيال ايش فيه يا اخي، ما فيك استاذ، قسم بيت الله صار الساعة وانا احاول ارسل اللي عندي. والله صار لي ساعة ارسل لهم، يتغلون شايفين حالهم، بس ما ادري عليش. والله الناس صاير الفترة الأخيرة ما تنعطى وجه. ودي اعلمكم شيء، شوف، مجرد ما يدخل شخص جديد في حياتك وانت مقدم شيء جديد في حياتك وانت مقدم شيء هيك هيك واضح، يعني واضح في البرنامج. شيفوا رابع، شيفوا رابع. اخبارك يا هذا شزا؟ شزا كيفك شزا؟ منيحه، وانت كيفك؟ كثير منيح. مرتبطه؟ لا. تبحثين عن ارتباط؟ لا. شاب سعودي جنسيه عمره 21 سنه؟ والنعم فيك، صدم، خسرتك 10 مرات، عامل حالك ما بتعرفني خير. طيب بس اسالك، يعني قلت يمكن تبحثين عن شاب سعودي جنسية؟ ما يعني ما ابحث عن اي حد يا اخي. لماذا يا اخي، لماذا نحن هنا؟ اسمع تلطلط ما شاء الله عليها. سعود انت حبيب مين؟ ها؟ انت حبيب قلبه لماما. احلفي والله. شبك انت نسيت، انت معك زهايمر لما حكينا معه على سوريا؟
أمك مرتبطة؟ المينيموم بكون مرتبطة، متجوزة بابا وجابوني. طيب عادي يا أخي، فين نرتبط؟ ماما حزري شو؟ ماما بتفيق الصبح بتفتح، ما في بسوريا تيك توك، بتفتح يوتيوب تحضر له فيديوهاته. السلام عليكم أستاذة غيمة، معاك الأستاذ سعود بروفيسور كبير، هذولي راح يشتغلون معاي برستات في الكوفي حقي، فجايك يعني أشوف تقيمين أشكالهم هل يصلحون ولا لا، تفضلي. قولهم يصلحون بس مو لك، لا يعني مو معاك يعني. غيمة هاي يا عمري خلص، انت هو حالة انسانية صح، مطرب وبيغني وهذا الاشياء ليش كلها. ليش لماذا يا استاذة؟ لانه خارج فوتو باشي عارض جمال، ملكين جمال. نعم. يا عمري يا غيمة، ليش مش مالي عينك انا؟ غيمة ضفتك يا قلبي حبيبتي، حتى انا وينس جيبولي وينس بيعت هلكيب. زين الان انتم يا بنات يعني مثلا تكبسوا شعيرو الحين مثلا يا بنات، انتم قاعدين تمشون بجنب برج خليفه، شفتوني مار امشي، ايش راح تكون رد فعلكم؟ راح نوع بالطريق، حيغمى علينا. وانت يا غيمه؟ انا؟ ايوه مش حشوفك، انا فعلا برجع برج ايفر، شو طلع على اشوفك ولا اشوف البرج؟ طيب بس ملك جمال مره يعني من عند البرج، ايش فيك انت؟ لا ما أنا بكون مار من عند البرج وأنتم كده تناطحين. دخل أنت بملك جمال. ليش أنا مش جميل يعني؟ أنت أجمل من الجمال، أنت غفلت على الجمال أصلاً. الله يسلمك، شوفي أنا إن شاء الله وأنا شازا. غير اسمك يا أخي. وحلو بس أنا صعب. شازا أنا وياها إن شاء الله بنرتبط وبيكون زواجنا في لبنان. عفواً سوريا. في دير الزور. ولا في الحسكة، ونبي نجيب جدو على أحمد هناك يشغل دبكات. شليت بنار العشقة بعد أول شباج العشقة يا حين أما تريد لي أصبر. جماعة دبل تكبيس، والله أنت انتهيتوا معي 500 واحد عم تتفرجوا علي. يا لا لا تكبيس دبل. أشخاص دبل ورد هذا خلود. يس هو old are you؟ fine thank you and you. اقول لك كم عمرك دين؟ هاو ارجوك كفو من ولتي متنوخ جايز الدبل جايز الدبل هاو اري والله ما عم بسمعوا كفو ولا ثانك سو ماتش كله فاين لا قاعد اقول لك هاو اولد ار يو يعني كم عمرك جايز الدبل لا نقول شنب فيصل الشمراني ارحب يا الشمراني تبل تبل تلك روحه شاف روحه مدر المشغول هم تشفى جروحه والمصيبة على روحه مدر المجروح هم تشفى جروحه مدر المجروح تدرون يا بنات انا مالي حظ سعود قرب ليك انا بدي منك طلب تفضل غني لي انا الابيض يا ليش انا الابيض هيك هيك انا الابيض اذا غيري تلون انا الابيض اذا غيري تلون كذا على فكره الكيب انا مش المجدون كثير صوته حلو على فكره غني بنفس يلا يقول يمكن مواليدي الف وتسعمية وشي بس اني ثاريني من عمر ما شايف شي بس اني ثاريني من عمر ما شايف شي حلو لا نص نص لا حلو انا الابيض بسرعة بسرعة ايش اللي انا لبب شو عرفني بذا الاغنيه انا الابيض اذا غير التلوان وانا المدري شو حتى انت محافظتها تبين محافظتها اوكي يلا بس لي زين بنات الحين يعني لو يعني 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 لو يعني ما شاء الله يعني لو تقدمت لكم مين اللي توافق علي؟ غني لي ولا وحشني موت والله وحشني موت لا تصوريش فيك ممنوع التصوير هيك القم يلا ممنوع التصوير مكان خاص هذا ايش فيك؟ القوم شني القوم نلعب كورة حمنا القوم بدل الأستاذة كلود انت ايش وظيفتك في الحياة
تنمر على الناس. زين انت من وين الان؟ من الشام. من وين يعني الان؟ وين متواجد الان؟ هلا بالسويد. انا السويد هذه وين؟ انا ترى جايني السويد ان شاء الله، جاي السويد ان شاء الله فعلا بعد العيد ان شاء الله بست ايام ان شاء الله، بدنا نشوفك ان شاء الله وانا رفقاتي ولا واخوياني والشباب. خلص بان اتركوا لحدا يعمل لهم يوم. جيبي لي قهوه. سالتني العيد ما شفت سوري وين؟ زي لو شفتوني راكب لامبورجيني خضراء وقاعد ادعس. ايش راح تكون رده فعلكم؟ قول والله 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 وحشني موت، والله وحشني موت، خاف بعدك اموت، قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد، ما خسرتك حبيبي وين القى حبيب، وين القى وفا. خلاص حلوة ولا وسط؟ أحلى صوت بالعالم. يلا نرتبط اصنع في البايو. يلا بنات تبون شيء أنا أترد فيكم. لا أنا سلام بروح أسحب جوال، جوال بيطفي في 91. يلا يلا السلام عليكم. الله نوت كان الصافي إذا غيري تلون. خرتين أمزح. إيش مش باينين علي إني راعي كاراتيه؟ أيوة صراحة إلا أنا سويت كوش حركة كوش. كشت إيه صح أنا هذه الكلمة اللي قلتيها طورة في ال والله تحس بالك أسوي لك مهارات هنا ورب الكعبة تنهارين. ما صدق لنا أشوف. ده من جد؟ هذا باليه الله يسعدك باليه ذا. ايش فيكم انتم قاعد تقدم دقيقة؟ شوفي لاعب الكاراتيه اللي يحتاج إلى انصات. اوكي؟ هذا ريناد من شافت باسكن روبنز. كيف؟ ديك العافية الصراحة أتوقع معاك الحزام الأسود على الحركات دي. ولا الأمانة معي الحزام الأبيض ثمني بعدك. الحزام الأسود. لا شكرا يا زيد. ولا شكرا يا زيد. تلعبون جولة أحكام صلخ؟ إيه؟ تلعبون جولة أحكام صلخ؟ صلخ على الصدام. اللي هلا على الصدام سعود على الصدام سعود. تدرين انا شابوني بصوت الفنان الكبير مازن المهندس؟ قول والله يعني والله احس يجي منك غني. والله وحشني ما واو ما شاء الله تبارك الله غني غني واو ما شاء الله سعود غني أماني غني. درم درم ضحبي درم لا صدق هاي قوية جبت عمري يا بحيلة خان بي عافني وجاز دلالي بلدي لا صدق هاي قوية واو صفقي صفقي. أول ما اجت فرصة على وطار طار الفوق عاف الشوق راحوا يلهوا العالي لأن مني طلع مخنوق عاف الشوق صرت مالوق صرت مالوق وين العشرة والأيام حبك راح شي بسرعة بعتوا بالعشق ضحيت ما خليت خط رجعة ماكو رجعة. حلو لا طبقة مخلمية الدبل. شوفي انت بكل يعني ترى انا في كل شيء فنان الان راح تشوفون نسك ها؟ عشان
افتح الافلون. افتح سيارتي. لا. ها. الموزة. دقيقة بنتي تقول انفخ الموزة، والله ما ادري شلون انفخها وانا اخوك، يبي لها بنشري شوي. يلا الحين. يلا سكري بابا. الدبل! انت تسمعني لما اتكلم؟ نعم نعم، بصوتك ضعيف. ايش رايك في الفلتر؟ ارحب يا ترف. تريني يا غني يا اجنبي بعد دقيقة؟ تريني يا غني يا اجنبي؟ اتوقع منك كل شيء بعد اللي شفته. قول رمم سرمم برميم سرمي سرمم برميم ارمم ارمم ارمم. الله اسمع، انا اقول لك حاجه يا بابا. يا بابا دقيقه يا ابني فك بس، يعني شلون انفخ؟ جيبها سؤال، يعني سؤال شلون انفخ؟ يلا قل لي شلون انفخ. جيب احنا هذا سؤال، احنا سؤال، انا شنو وايت انا بنشري؟ خذ، ما اقدر انفخها. مسكرين البناشر الحين وانا اخوك. شيل هذه يا بابا. يلا بابا سكر يا بابا، معانا بنات يا اخي، تخرب على اخوك زي كذا. ايش فيك انت؟ سكر الباب بابا. يلا هذا اللون عن اخوانك زي اخواني، اخواني ما يعرفوا يطقون الباب طق طق، ما في احترام. اخوانكم يطقون الباب؟ لو سمحت ممكن ادخل؟ يقولون كذا ولا ما في؟ طب يمكن عشانك يعني. خلاص اوكي، انا اخواني والله يدق الباب. انا انام حالي في السرير القى 15 بعد ما اقعد في السرير معاي. ايش فيه؟ الميانه يعني مرتفع. ما ادري عنه. العائله الكريمه انبزي مره، انبزي انبزي صح، قالوا لي مشغوله. لا قصدي يعني اوفر اوفر العائله حقتي، لازم يعني. شكرا ترف. قول ترن. ابي اسمعك اغنيه حلوه. واه حيفوز. طبعا راح افوز. كيف والله؟ انت فنان والله، مو صدق. بعد ما ودنا تسكت اصلا، كل شوي تغني تغني ما شاء الله تبارك الله. حكم الاول
ما الأول تكسرن جوالك يا الأخت نيرمين. شو اسمها الأخت اللي سمعت أول مرة تتكلم؟ لا لا بس عشان احترام لصوتك الجميل ساكت. انبزي مرة 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 ثانكيو فيري ثانكيو فيري يعني كثير ثانكيو يعني كثير من الشكرا. طيب تلعبون جولة ثانية؟ نلعب جولة ثانية. درن درن ظالم ولكن اوبشن. ها صوتك فيل اوبشن بس هذه هذه يسمونها يسمونها الدندنة البروتوكولية. كيف يعني سأليني كيف البروتوكولية؟ أنا فاهم حاجة البروتوكولية هذه تخرب مزاجي أكون متأثرة وفجأة نفسي أضحك. طيب قالوا الحب يا قلت ليت يشوف اللي بس ما ظلمني ظلم ياهو كبير قالوا الحب يا ما قلت ليت يشوف اللي بس ما يترف ظلمني ظلم ياهو كبير ما ادري كانت خيانة در 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 در. الله اي صح نسيت انها تخرب مزاجك انبزي يا ليذ الانبزي الدبل يا الكبس اوكي شكرا جورجس. ايش انبزي زين انا مشغول ايش رايك وانا اتكلم ترى لي 15 سنه وانا اتكلم انجليزي احس صح هم اهل جازان يحطوا حرف الام على كل شيء ايه فانت عشان كده تقول انبزي لا ها اي ام بيزي بيزي يعني انا مشغول انا مشغول انا مشغول ام بيزي فتقول ام بيزي نعم الدبل الدبل رايك وانا صوتي يخوف تراني شرير مره يخوف ايش فريقك ايش فريقك المفضل اول مره اشوف ساكته خوفتها مين رنودة لا بالعكس والله أنا إنسان حنين قلبي رهيف بس إني ما أحب الشيء العوج فهمتي كيف يعني يعني ما أحب أشوف شخص يعني ماشي عوج لازم أتكلم عليه يعني مو أسب لا أنا أقول أنت ليش كذا فهمتي إيش دخلك فيه ليش تتكلم معه عاد هذا أنا هذا طبيعي يا أخي ما أعرف أسكت على شيء الغلط فهمتي لا انت يمكن تشوفه غلط وهو مو غلط ما في شيء اسمه لا تصرفات غلط ليش مو غلط سؤال ليش مو غلط لان الراي ما في صح وغلط صح كلام صح انت من وين يا اخت عنود انا شايفك بس يا اخي ما اعرف وين لا مو شايفني انا من جده يعني من جده اقول شايفك بشارع انا اقصد شايفك يعني في الجوال لا لا انا جديدة طيب ايش يعني محتواك كذا لايف ستايل المكياج لا لايف ستايل يعني انزل اشياء من حياتي اسويها مو شرط ميك اب كل شيء يعني بس موديل روز لا موديل روز فاشينيستا انا مو فاشينيستا ترى بصير موديل قريب يجي منك اللي يجي منك كاراتيه وتقييمي عجبك يعني كم من عشرة؟ سبعة
هذا هو عاجبك سبعة. أجل عشرة إيش؟ كيف؟ موديل جاهز. ريناد موديل أكثر مني، تحب تتصور أكثر مني. سأليني ليش أبصير موديل؟ ليش؟ عشان أي ملابس يعطوني أخذها بلاش ملابس وناسة والله. وفي أشياء تخليك يعني مو شرط تصير موديل عشان بلاش. تخيل تجي تلبسهم يصورونك تاخذهم لك شيء ترى حلو. يعني إن يشيلوها منك بس تصور فيها. بس تصور فيها. اللي يلبسه ما ينزل والله أقول له. مو قلت ترى أي شيء يلبسه ترى يروح لي. وأسوي لي خزانة، أسوي لي غرفة أربعة بأربعة كلها ملابس وجواتي وشوزات. شربات كل شيء حتى الشربات اخذها. طب اسمع سمي كم عمرك؟ توقع يا كير 22 29. صح كلامك صح 22 قد يعني انا 22 خلاص يعني كذا لنقيل بعض خاي. غني أغنية شو اسمه غني أغنية غني أغنية لعبد الرحمن محمد. من هذا مدير مكتب ولا إيش؟ أول مرة أسمع الاسم. إيش عبد الرحمن محمد يغني يا داعيا. أيوه صوتك حلو والله. والله إلا صوتها حلو. أنا يا داعيا نفل ورمني أخاف عليها من أبيها وأمها كذا صح؟ أها ويلكم. أها والله ما نشوفك يخرب بيتك ما نشوفك يا أخوي والله ما نشوفك صديقي. أها ترى وصل يعني الصراحة ما أدري شو أقول لك. مين ما فهمت؟ ها؟ ما تشوف مين؟ على صديقي دخل هنا في اللايف من زمان ما شفته. الله يخليكم لبعض. بسوي اغنية اها ان شاء الله قريب. انا انصحك تغير الاسم والله. مرة كرنج ايش اللي اها هو يا اخي حرية شخصية هذه. اسمك عنود انا مو معجبني. انا اعطيك رأيي والله كرنج. يعني انا لو اشوف اغنية اسمها اها اقول ايش ده محادثات سناب شات. زين اسمعي نلعب الحين انا وياك جو ترى احكام هالمره. سامحتك في الجولات اللي راحت. الحكم الاول تضربين صديقتك كف. هذه ما هي صديقتي. اجل اختي الصغيره. ما شاء الله كيوت والله. تتربى في عزك يا رب. تتربى في عزك يا رب. يا عمري ليش شعرها بنفسجي؟ لا لونه وردي بينك فاتح كذا. لايق والله لايق انا ابو علايق. كل شيء يليق على ماي برنسس. ايش معنى ماي برنسس؟ اميرتي. اميرتك ما شاء الله. ايش اللي بنفسجي طالع زي الناس؟ هذا احمر غامق عودي. ايوه عودي. وهذا بينك فاتح كان احمر. ليش لونين يا اخي؟ شنو انت دوج؟ الله على هذه حقت باسكن روبنز يا ريناد. هذا الكارما. يقول المثل مو كل من جنى الطير صقار. ايش رايك في القصيده؟ بالضبط انا عجبتني. ايش معنى مو كل من جنى الطير صقار؟ تحداك. ايش معناها؟ ايش قلت؟ ايش معنى مو كل من جنى الطير صقار؟ لا مو كل احد اتبنى يعني طير ولا صقر. تبنى ايش تبنى؟ ما اخذ له ولد من حضانه هو تبنى ربى. طيب مو كل احد ربى مثلا صقر حيكون صقار. اكيد ممكن ما حيعرف يتعامل معاه ولا Thank you.
دبل يا عيال الدبل. الله اكبر الله اكبر. ارحب يا ناصر. الله اكبر الله اكبر. عندنا عندنا استغفر الله. دبل. ايش الفيس؟ بوكر فيس. حلو هذا. شوف اذا حطيتها يعني الجوله تبريها تاريخيه من اليوم ورايح. سمو. بسم الله الرحمن الرحيم. حي مالك ياها. حي حي والله. الله يعزك الله يعزك. شفت انا انسى خويه يا اخي. الحكم الاول. لا اصبر يمكن انا يعني ها باقي دقيقه سنة بعد يعني معقوله بتجحفرين سكورك كذا؟ مستحيل. ما تدري يا اخي ما تدري. ارحب ياها ارحب والله. اشتقنا لك يا بعدي. وين الغيبه؟ وين الغيبه؟ اتكوتي انتي برنسس. ترى يعجبك عندك. يجيني اتصالات يا اخت عنود المنامة. من وين انت اخت عنود؟ اي صح من جدة. انت من فين؟ من السويد. دقيقة اصبر عدان اصبري. نجيبه والله سكولي 70 ألف وفوق بقيت 16. والله شكلي حنفل. الحكم الأول تحطي معجون ثاني على وجهك. الحكم الثاني تاكلين قرن فلفل. الحكم الثالث تحطين صورتي عندك في الحساب. نبذ الأحكام. ما أسوي أكل. ليش؟ غير الأكل. الحكم الثاني. الحكم الثاني تصورين الآن في سنابك تكتبين ملك جمال أوروبا وصل. خلاص أنا بنفذ هذا الحكم عجبني. عشان أنت فعلا ملك جمال أوروبا حقيقة يعني تقال. لا. صورتي يلا نزلي على سناب. شكتب سنابك عنود المنامة. أيوة. ما شاء الله عليك عنود. ما شاء الله عليك عنود. حبيت أحكامك حلوة. أنا كلي حلا يا أخت عنود. ما شاء الله عليك الله يرزقنا. لقيتك هذه هي أنت حاطة صرت صاروخ ما شاء الله. أيوة اسمي روكت. الاسم الثاني ضفتك عندي رد الإضافة. اسمي سعود بن خميس ملك جمال الشرق الأوسط. طيب. تقربنا كذي اللي راحت الفضاء. ايه اللي راحت الفضاء تقرب لك. ضفت واحدة بالغلط اصبر. انا هذا انا. لا لا واحدة بالغلط. تقرب لك اللي في الفضاء. لا لا اتشرف. لا الله الله يحفظك. يلا تبين شيء يا قلبي؟ لا شكرا. راح اشتاق لك يا قلبي باي. كيف حالك يا سعود؟ الحمد لله. عندك مستوى؟ عندي مستوى. اذا سمعت براسك حرش يا التفخ. يلك رابع. عندك مستوى ولا بدك توجع لي راسي؟ ايوه. لا عندي مستوى بمرمطك مرمطه وانت سكه.
حقيقي. ثواني، في عايده جاي، يمكن عايده تيجي يا اخي، يمكن عنده صديق ويجيبه يا اخي. يلا يا اخي، جيب 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 اللي تبيه. لا تجيب انت لك انت يا الزعموط. ايوه البري الدب الدب القطبي انت يا حركوش يا خصم بطاطا. العبث لك، مو دخلي مع بعض. عبث يا دعبول، ناويك الرجال. الله يستر عليك، الله يستر عليك. ناوي لك انت اذا تيجي ولا لا. اسمع الحكم الاول، تعد غني. صلاة صلاة يا اخ سكة، تعد الصلاة. ليش اسمك سكة يا خبي ترى؟ ليش غبي وانت شو اسمك؟ سعود. اذا تيجي ولا لا؟ حلو ما شاء الله سعود. بلاش تجيش. توهقني والله، خوفني. توهق. اي والله توهق. سكة سكة احباب سكة. هيكل توان نجيب رابع سؤال. طيب جيب ابو مسفر. وانا ابو مسفر ما اللي عندي، ما بضعم ضد ابو مسفر. زين العب فريق، في مشكلة؟ ملعب معاه، بلعب مع ابو مسفر، بس مسفر مش موجود. ابو مسفر بجولة. انت ما تبي تلعب معاه، انت حركاتك انت. أم مصر بجولة. أنا ما قاعد أحد يرسل لي، إيش اللي يقبل يقبل. طيب يلا بجيب حلوة يا دعبول. إيه أهلا، كيف حالك؟ ها رد ثارك شلونك؟ إيه كذا كذا صرت حلوة. شو الشعر القديم؟ نبدأ الجولة بس أنتم. يلا أحكام صرخة دعبول تعال. يا الحكم سجن. يا سجن. تمام سجن. دقيقة دقيقة، لا يشطب يشطب، أنا وسكة طبعا أكيد. يا أدري بالغلط يا أخي، عميني ما يدعم يقول دعوة. تكبيس. شو جبتي مستوى يا رنا؟ تكبيس تكبيس. لا دعبول ما في حدا عنده مستوى. أنا المستوى كله يا رنا. والله لفرجيكي والله. تكبيس دين المستوى يا دعبول. يلا فرجيني المستوى. أنا المستوى كله يا. شربين عصير؟ تمام كبسوا بالله عليكم، تكبسوا تكبيس. الجولة هي لنا. الله يعافيك يا سكة. على كيفك يا الجولة إلك يعني. دعبول الحكم الأول يا عيال تكبيسة. ايش الحكم الأول؟ أبا سجن. الحكم الثاني تاكل بيضة. الحكم الثالث تطلع رجليك وتركض في الغرفة. الحكم الرابع بس هذه ثلاث أحكام. الحكم الرابع ايش؟ طب رنا انا ما ادري ايش فيها. علقني فنوني انا شويه بس يا ابو عطني شيء. صدق صدق يا سكه عندي سؤال. ايوه دعبول شو احكامك؟ بعدين شو زمان مش زمان حكيتي كلمه مش عارف شويه. خلاص بس والله ما اتذكر يا دعبول. زين سكه القم القم ميوت القم ميوت. اتفضل يا اخي. ليش تحطون هذا الصوت حق الاطفال؟ ما يبي لك ذكاء. انت ليش لابس الحين؟ ليش لابس لبس عشان تغطي جسمك؟ صح ولا لا؟ ليش الصوت عشان اغطي صوتي؟ ليش؟ بس انت زين يا اخوي. مطلعها انت ست زين. ابا 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 دبل. شباب الدبل دبل 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 دبل. شباب والله العظيم اليوم لازم ننام بدري عشان نفتح لايف الظهر. بس سعود خرب بيتك تقعد بب. عينك. ايوه 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 هذا وهذا يا عيال. دبل دبل ها دبل دبل. يا ابو كفو
اسف والله ذهب الجهاز الاحكام اقسم بالله ما انتبهت. سعد سعد يا عيال انتبهوا من الجحفلة. لا سعد الحارثي وين الجوهرة طفت خلاص. شكرا كل الداعمين ما قصرتوا بيض الله وجيكم اللي ضربتوا في الدبل ورحم الله والديك. يا عيال انتبهوا من الجحفلة انتبهوا من الجحفلة. ما عندي حد انا. اي لان ما عندك مستوى. ما عندي حدا. كذاب نصاب حيال دجال. ما عندي حدا. ايه. قم نفذ يلا طلع سيقانك وركض يلا. يا عيال ترى الفرق 2000 دمار العراق يا عراق ترجع شيء. ترى الفرق 2000 انتبهوا. جماعة المونتاج. جماعة المونتاج صمموا ها. نايتشار شكرا. سعود. ها. على الهادي. واحنا ساكتين. لا انت خذ 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 اخر الثواني اخر الثواني اخر الثواني. انتبهوا تكوني يا انتبهوا يا الله يا جماعه بحها. شكرا يا بحها. بحت ناي. ايه جحت لحدك. واو بوب يال ضيف الداعمين ما قصروا كل اللي دعموا بيض الله وجيههم ورحم الله وديهم وما قصر ضيف الداعمين. خلونا نبدا الجوله الثانيه. ما عندك مستوى تراك وانت فايز. تعال بس تعال ما سعد تعال والله لا اخذك عقد عقلك. تعال سعد الحارثي الله يكسر يديك. يال تكبيس صالح كجوفالي والله العظيم عز انت وخوك تكبيس يا عيال. والله العظيم كجوفالي عز الكشوفالي والله ضيفوا للدعمين والله العظيم ما قصرتوا والله. ضيفوا للدعمين عدت الكشوفالي والله انت واخوك فرتلو عز والله العظيم عز. صالح الكشوفالي وفرتلو مين ضلك يا اخوان؟ في الثالث مين الثالث اخوهم الثالث؟ يا ترى راحت جولة باقي جولة. يا ماش وريال والله ما قصر. يا ماش جد ثواني هيني جاي ثواني. وين رايح دعبولة تفخ؟ ايه؟ وين رايح؟ وانا شو تفكرين؟ قولي الصج. مالك يا حبيبي؟ قولي الصج. مالك؟ شو عمال؟ يا دبل ها 34 ورده 34 ورده. ايش مالك يا ترى فازوا جوله؟ اذا فازوا الحين ترى بيحضر. مالك
ورود 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 كل واحد وردة 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 هاي عيالكم هاي عيالكم في الدبل عيالتك فوق فوق في الدبل عيال دخلوا ستور في الانتراب فينا دبل 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 يا عيال دبل طيبين دبل يا عيال ربعي الدبل يد في يد والله ترى امدي يا جماعة الدبل الدبل يا حيفا تمام الدبل ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي يا عيال الدبل ابو مرق طيبين الدبل تكون يا حيفا الله يا عزام يا الله يا حلوة يا حلوة يا حلوة ما حبيت ما حبيت والله ما قصرت يا حلوة يا صاحبي تعال ما عندي يا عيال ما عندي تفون ما عندي يا جماعة صدقوا مع سرق الدعم سرق الدعم شدوا ما عندي يا تفون شدوا هذا من الصغير ويدعمني اضربوا ضربة اضربوا ضربة قوية اضربوا ضربة قوية انه حرام يا كم ميوت طلع خلاص اضربوا ضربة قوية يا جماعة شدوا مع سعود هيا هيا ندعموا هيا نطلع الركليش يبي له تنتيف تكفون يا عيال لا تروح الجولة هذه تكفون تكفون يا عيال اذا راحت الجولة يا اخي استهانوا فينا والله يا عيال افا ربعي يا ربي اضربوا ضربة ضربة تكسر الظهر تكفون ضربة تكسر الظهر ما احد يضرب فون يا جماعه يا رب مو طيبه معاك قابله معليش تقول امسح ابوك يا جماعه تكفون فزعاتكم يا عيالي يا عيال يا عيال لا يا جماعه في 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 ان شاء الله في في نقول نقول فيه لا ما فقدت الامل الامل موجود والفوز موجود باذن الله شرب عزك تسلمون جميع ما عاد في سكه ما عاد خلص والله خلاص بكره نشتري عيونك عيونك سرق عيونك شباب عيوني ما تنوكل عيوني سعد الحارثي اخر الثواني انا زين اخر الثواني انا نظفتك زين اخر الثواني نظفتك كل طرف فتحي يوك gelecek için bir hedefin yok yarının yok ya ya güvenin yok illegal legal düzenin yok ya ya تكفون تكفون يا يا 500 حطوا يا عمي يلا يلا دعميني اخويا زيرو وصالح شكرا دعميني حبايبي شكرا يا دعميني ضيفوا الدعمين والله ما قصروا شكرا يا دعميني يا حبايبي شكرا اللي عندي لحظه يضيفهم قصروا شكرا يا دعميني لا لا الامور الامور طيبه والله زيرو اس وزيرو اس وزيرو اس وصالح شكرا يا دعميني بحت نايم ما قصرتي والله حيكم يا دعميني انا عندي امير بيض الله وجهك زيرو سالي صالح كوجفالي كلكم والله سكة عيوني دعبول عند الحركة اسمع افتح جولة الحين من كل شيء اذا فزت علي اكل 5 حبات فلفل حارة ورب انت تاكلهم الحين بدون جولة تاكلهم ورب الكعبة لاكلهم اذا الحين تاكلهم دون ما نلعب لها جولة ما يحتاج yeah. قم يلا قم هات احكامك قم دعبول هذا نتكلم وياه تسكت تتكلم وانت ساكت وقف استعداد ايوه حيك يا دعبول حيك قم يلا قم احترم عرف تتكلم مع من طيب عطني احكام ملك البرنامج وتوب في البرنامج هذا تقلب 10 مرات شب يلا شب يلا دعبول شب ملك البرنامج هذا دعبول ايوه حيك يا دعبول طيب الحكم الثاني اسكت اسمع احكام دعبول يلا جيب مستوى تيجي ما نحكم على جسد يا حبيبي يلا سر سر ما سكه سر ما سر يما يلا ما نحكم
يا الله يا الله كريم يا الله. ما تقصر والله يا مدي، والله ما قصرت، الله يرحم والديك، عزيز والله، عزيز وغالي. أنا أصلاً سكة ما كنت أسمعه، ما أدري إيش قاعد يقول أصلاً، ما من يمه، فهمتوا؟ فخلونا نقوم نصلي نطلب الله وبعدها نرجع نبث. يلا 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 وقت الصلاة، بروح أصلي وأرجع لكم إن شاء الله. انتظرونها بعد الصلاة، بروح أكل، بصلي وأكل وأجيكم. يلا السلام عليكم.